طيب بارك فيكم، جزاكم الله خيرا والله يعاونكم على هذا الشيء اللي كديروا معنا، بارك الله فيكم والله يطول عمركم. كي العيالات كي الدراري كي الشبان كي الكبار، بارك الله فيكم. كنشكركم بزاف الاخوان، راكم عزاز عند السي عبد الحق، واخا ما كيشوفكمش ديما راه كيسقسي عليكم، راكم عزاز عنده، حتى انتم الاخوان راكم كتسولوا عليه. بارك الله فيكم، كتسقسيو فيه ديما، حتى هو راه كيسقسي فيكم. ها انتم الاخوان، حنا راه حنا في المطلع في المكان، شي غراض كنجيو ليه بجوج، الوالد الشيباني والابن الشاب. بارك الله فيكم، وجيو زورو توديلا اللي غراب هنايا، جيو زورو توديلا راه زوينه، كاين ما يتشاف والله العظيم الاخوان، مدينه جميله. مرحبا 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 السي عبد الحق، هو كيرحب بكم. اخويا البز راه باقي في المغرب، مازال ما جا. عبد الحق راه ساكن غير بوحدو، الوليدات باقيين في البلاد، راه يحاول يقاد لهم الوريقات ان شاء الله. داك الشيء اللي كنطلبوا عند الله، الله يجعل ربي يكمل لنا بليهم. راكم عارفين هاد المشاكل ديال هاد المرض هذا الاخوان، حبست كاع الدعوه بزاف، كان بغى يدفع لهم مسكين قبل المرض، ولكن يلاه جمع الاوراق صيفطهم للمغرب، بغى يدفعوا هو يجي هاد المرض هذا. يا ولا اله الا الله، نتمنوا من الله يهز علينا هذا الوباء ويقادوا لنا الطريق ان شاء الله بحول الله. انا غادي نخليه يمشي يعيد مع وليداته، وانا غنعيد هنايا مع ولادي ان شاء الله الى حل الطريق. انا موالف كنمشي نعيد مع الوالده، ولكن اسيدي انا غادي يحلوا لنا الطريق، راه حنا كرهنا هاد البلاد، بغينا نشوفوا وليداتنا وحبابنا وخوتنا. سمعت شنو قال لكم سي عبد الحق؟ راه عيا واخا فيها المعيشه زينه وداك الشيء، ولكن ما كاينش كي الحباب عاوتاني. توحش ولادو سيدي، والصراحه ما كاينش ما احسن من البلاد اخواني. قال لك البلاد راه هي كل شيء، واخا تمشي فين ما مشيت رجوعك لبلادك. بارك الله فيكم، تحياتي لكم كاملين الاحباب والاصحاب. اليوم جينا لتوديلا، فين كاينين الفيلات، صوروا لكم تشوفوا توديلا. راني جيت انا والسي عبد الحق، ضربنا واحد الدويره هنايا، فرقنا على الغلم. ها هو السي عبد الحق داير الكمامه، راه محترف محترم القانون. ايوا واش دير، لا اله الا الله. جو زوين اليوم الاخوات والاخوات، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، بارك الله فيكم، نستمتعوا بالجو الجميل. هذه هي احسن بلاصه كاينه في توديلا، هنا كاينه المحكمه، كاينه مركادونا لتحت، راني باغي نمشي للمركادونا نتقدى دانون لولدي. نوريكم توديلا شويه من الجهه الاخرى، ماشي من المدينه من الداخل. صراحه هذه المنطقه البلايص اللي هنا احسن من المدينه الداخل. الاخوان رانا ضربني البرد، مشى لي الصوت. هذو كاع ديور الكوبيرن والاخوان، ديور جداد الاخوات. صافي غير العرب هنايا. لهيها كاين الباركي تما، كيعمر عندنا السوق، تسنى مالك زربان صيفطوا للناس يتفرجوا شويه، يشوفونا فين كنعيشوا. بعدا تما كيعمر السوق، فين كاين هذاك الباركين، هنايا لتحت كاين الواد، الميركادونا كاينه لهي حدا هذوك الديور الحمرين. هذوك هاد الديور اللي كاينين هنايا، هاد البيسوات، هاد العمارات الاخوان، كلهم ديال الدوله، كلهم ساكنين فيهم اكثر يعير المغاربه خوتنا، على حساب كيعطيوهم الديور هنايا، والجزائريين اللي عنده الاولاد كيدفع للدوله، كتخرج ليه الدار جديده، كيتسمى الا كانت الدار دايره 300 ولا 400 الاورو كيخلص هو 200، الا كانت دايره 400 ولا كانت دايره 300 كيخلص هو 150. هذا هو الاهم ديال هاد الديور اللي هنايا الاخوان، باش كيعاونوا الاكسترانخيرو اللي عندهم الوليدات. راكم عارفين الاخوان المصروف هنايا كثير بزاف، كل شيء غالي، والحمد لله ما حد كنت غادي كطلع الفوق هو الغلا غادي. كاع هاد الديور هادو ديال الدوله اخوتي كاملين، دور لكم جيت المحكمه تشوفوها. يلاه بناوها هاد المحكمه هادي ماشي بزاف، شي عام دابا بحال هكاك. ها هو الباركين هنايا، ممنوع ممنوع الدخل للكليبين هنايا. راكم عارفين هاد السباليون عزاز عليهم الكلاب بزاف، ماشي بحالنا حنايا. جينا نضربوا شي دويره هنايا انا والسي عبد الحق، انا غادي نحاول نمشي عند الجزار ان شاء الله، الا ما كانش عامر ندير لكم شي فيديو باش تشوفوا المجزره. وهذه هي توديلا اخواني، مدينه انيقه،
هو السي عبد الحق مشى غادي يمشي لاسين دا عنده شي وريقات يقضيهم. هذا هو الباركين، هذا هو الباركين الكبير اللي كاين في توديلا. تبارك الله شحال ديال الديور ديال الدوله الاخوان هنايا، راه هما سايرين كيبنيو في شي ديور اخرين جداد عاوتاني. القروه باقا واقفه على حساب الطلب ديال 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 الديور. كاين بزاف الديور قلال وبنادم بزاف، راهم كيزيدوا في يزيدوا في, في في الديور باش الناس ما تبقاش مأزمه من جهه السكن. راكم عارفين الاخوان بالنسبه للسكن ديال اسبانيا كاين السكن بزاف قديم، الديور كاينين بزاف قدام. دابا كيديروا في هاد البيسوات ديال الدوله جداد، الدوله كتستافد منهم واللي عنده الوليدات وساكن حتى هو كيستافد، كيخلص باقل ثمن، هو مستافد والدوله مستافده. كيف ما سبق وقلت لكم الاخوان على الديور ديال الدوله، هاد الديور يا جداد يلاه تبناو، هادو يلاه سيرين كيتسكنوا دابا كاع الناس اللي كانوا طافعين دافعين الطلبات ديالهم عفوا، كيتعطلوا باش كيقبلوا على حسب الديور قلالو. دابا راه هما كيبنيو هنايا في واحد الموب الاخر، هاد الموبلات يلاه تبناو، هادو باقيين جداد، ها هما باقيين جداد، ها هما سيرين كيبنيو في واحد الموب الاخر عاوتاني هنايا، حتى هو سيرين كيبنيو ومازال غادي يزيدوا يبنيو واحد الموبلات اخرين عاوتاني في الجهه الاخرى على حسب بنادم كثر والطلبات كثروا والعمارات قلالو. هادشي اللي كاين الاخوان، كاع هاد العمارات اللي كاينين هنايا كلهم ديال الدوله. نحاول نوريكم شويه ونفهموكم، ميركادونا راه هي فينا هي الاخوان، ميركادونا قريبه، باركين جديد، هادشي كلشي يلاه داروه، يلاه عنده شي عام بحال هكا كل عام ونص. المهم مني جيت سكنت انا هنايا في 2015 ما كانت حتى حاجه هنايا، كان على الخلا والقفار، حتى هاد الميركادونا ما كانش ما شاء الله. نتمشى بكم شويه يا الجو زوين هنا يا الاخوان، والطبيعه موجوده، الطبيعه موجوده وخضراء، ها الغابه ها هي، هادشي كاع حدا الديور ديال الدوله. هنا كاينين الفيلات ديال الناس اللي لاباس عليهم والبوبريه حداهم. ديما الناس اللي لاباس عليهم عاد كيكونوا حداهم البوبريه. المهم الطبيعه جميله هنايا، كاين الطريق اللي كيتمشاو منه على حساب البيكالات، على حسب اللي برجليهم، كاين لما للبيكالات راه راسمين فيها البيكالات واللي يتمشاو على رجليهم. الجو ما شاء الله جو عجيب، الجو زين. حاولت نخرجكم شويه يا جيت الديور الجداد، العمارات الجداد اللي بانيه الدوله جداد، على هما اللي جداد في توديلا راهم مازال سايرين كيبنيو ما شاء الله. هادو عمارات ديال مواليهم هادو الاخوان، بحال الفيلات، فيلات صغار، والديور ديال الدوله كاينين منهم من التحت من لهيه. فكرتني عف كازا عف المحمديه. صراحة هادشي كيشهي. نتمنى يعجبكم الفيديو الاخوان، ونتمنى تستمتعوا وتاخذوا افادة على حسب الشمال ديال اسبانيا على حسب نافارا. اليوم انا ما قدرتش ندير لكم الفيديو على حساب البهيم حيتاش ما خدمتش الاخوان، غير مشيت دخلتها الكوري باش تورد وصافي، راه خليتها تمايا حتى العشية ان شاء الله بحول الله، عاد نخرجها الى بغى الله. دابا نمشي نرجع نقلب على عبد الحق، خليته مشى لاسين دا، نمشي نهزو ان شاء الله ونمشي للدوار القريه ديالنا العروبيه. هذه المدينه احنا ساكنين في العروبيه. ايوا ما شاء الله. مرحبا الاخوه اللي بغى يعرف شي حاجه على هذه المنطقه هذه، راه الفيسبوك ديالي كاين تمايا، راه حطيته لكم الانستغرام، ولا يخلي النمره
خلي شي كومونتير ومرحبا بكم، وما تنساوش تابوناو في هذه القناه تربيه الغنم بشمال اسبانيا. وانا كنحاول نوريكم اي حاجه الاخوان تستمتعوا باش تشوفوا ان شاء الله بحول الله، وبارك الله فيكم. المدينه من الداخل الاخوان، دابا غادي نمشي للبلاصه ان شاء الله. كما كنقولوا غادي نمشي للساحه، ايوا حوصوا معايا شويه في توديلا وصافي. مرحبا بكم، نتمنى يعجبكم هذا الشيء، ونتمنى تقبلوا عليا كما راني انا الاخوان. ويحبكم في الله جميعكم، راكم عارفين. انا جيتكم عند المحطه ديال التران الاخوان والاخوات، توديلا انا برا اضيف المحطه ديال التران هذه، راه من كيركبوا راه كاينه تحت الارض، كيدخلوا ليها لتحت، كاين الباركين لتحت. هذه المحطه ديال التران، وكاينه المحطه ديال الطوبيس، راه هي المحطه ديال الطوبيس. التران كيدوز من هنايا الاخوان، اللي كيجي من صراغوسا كيهبط من هنايا لبرشلونه مدريد. نتمنى هذا الفيديو يكون مهم لكم الاخوان، وبارك الله فيكم. اللي زويون هنا في اسبانيا الاخوان هو الماء، عارفين ما دزت القعوينه تاع الماء، هذا هو اللي زويون. يعجبك الحال بزاف، والمبارد صراحه عجيب. تحياتي الاخوان المشتركين الاوفياء والاخوات في قناه تربيه الغنم في شمال اسبانيا، احييكم احييكم كاملين من توديلا. عملتنا مره، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، احبكم في الله. كما كيقولوا خوتي الجزائريه، انا نروح لداري يا خويا، نمشي نتكى واحد شويه حتى الخمسه ان شاء الله. خلوا لي فروسكم، الله يخلينا ديما ضاحكين وديما ناشطين، بارك الله فيكم، الله يعاونكم.